النهارده؟ ريدي. أول حاجة، أنت اتولدت في القاهرة، تحديداً في البحر الأعظم. اتولدت في القاهرة بس عشت معظم حياتي في لندن. شايف سفر أهلك من مصر كان مغامرة صعبة ولا سهلة عليك وأنت لسه صغير؟ كنت محظوظ إن كان في توازن ما بين الاثنين، وكنا دايماً بنتكلم بالعربي بالمصري في البيت يعني. أوكي. فما حسيتش إن أنا كنت بعيد قوي عن بلد. فدي كانت الميزة. بس لما ابتديت بقى اكبر بقى واشتغل، يعني عملت حاجه غريبه اللي هو اشتغلت بره الاول بس حبيت ارجع. أيوة. مش العكس. نرجع بقى للشغل وانت صغير حبه حلوين. يس. انت دخلت مغامره التمثيل وانت صغير، اوكي، وعملت فيلمين كسروا الدنيا. الناس دلوقتي بيعرفوك بانهي فيلم فيهم، مع محمد هنيدي ولا فيلم مع ياسمين عبد العزيز؟ اعتقد يعني الاثنين، بس محمد هنيدي اكتر شويه. رد فعل الناس في الشارع ده اللي انا بشوفه يعني. فاكر حاجه من الافيهات دي؟ فيرب مضارع، تيك ايزي يا هويس. دراستك لعلم النفس فادتك في التمثيل؟ طيب، ان انا اخش في دور واعرف ان ليه البني ادم ده قرر يعمل كده. غير الطيران، ايه مغامرات تانية نفسك تعملها؟ بما ان النهارده يعني هيكون في قفزه او حاجات كده. بانجي جامبينج برضه. طيب اوكي، بما ان مغامرات النهارده فيها طيران اصلا، عاوزك تقول لي اسمك هيبقى ايه لو بقيت سوبر هيرو بتطير؟ هورس. هورس؟ اوكي. طب ماشي، دلوقتي احنا خلصنا اسئلتنا عشان تاخد تاشيره المغامر فعلا. دلوقتي هنروح نختبر ثباتك الانفعالي وقوتك كمغامر بالفي ار تيست. اوكي. اوكي، ونشوف ايه اللي هيحصل هناك. طب يلا بينا. يلا امير، انت جاهز؟ انت جامد كده. ايوه. اوكي. واو. انت اصلا بتخاف من الحاجات، من المناطق العاليه؟ بجد بخاف بس بحب اعملها. اوكي، لو انت مكانه اصلا هتتصرف نفس التصرف ده؟ لو انت في لا، لو انا في مكان ده في حقيقي، لا اكيد اكيد هعمله. طب ما انت جامد اهو، وانت عديت اول ليفل. امين، انت كده مغامر بنسبه 95%. اوكي، وده بيديك لقب مغامر مش سهل خالص. بس لسه نشوف الكلام ده فوق. بس طب نروح بقى دلوقتي ولا ايه؟ فانت دلوقتي جاهز لتاشيره المغامر، خد باسبورك وسلمها لهم هناك. اوكي ماشي، بس قبل ما تطلع الطياره عاوزك تسجل فويس نوت مش هنسمعها الا قدامك لما تنزل في الطياره. اورايت، يلا بينا. الو امير، قبل ما ننطلق على مغامرات النهارده، عايزين نعرف منك مين كان نفسك يكون معاك دلوقتي ويعيش معاك المغامره. بابايا. بجد؟ طب كلمه جميل. دلوقتي كلمه فيديو كول وعيشه معانا المغامره ونشوف بقى ايه اللي هيحصل. هيقول لك ايه؟ هيخاف عليك ولا لا؟ أوكي. يلا بينا. طيب. الو، ايه الاخبار؟ انا دلوقتي في الغردقه، رايح ان شاء الله الاقصر، اشوف بقى النيل بقى والبحر بقى والمعبد الاقصر بقى ومعبد الكرنك، بس هنشوفها من طياره يعني. هنشوفها من طياره. طياره ازاي يعني؟ يعني هيبقى فيو كده وبعدين هننط. ليه؟ ما اختريش معاك ليه؟ المره الجايه بقى تسقفلك يعني. تسقفلك. حابب انت تبقى معايا يعني؟ طب بتحب المغامرات، خلي بالك على نفسك. ماشي. Enjoy your time. حبيبي. واي وش جود. بس حبيبي. حبيب قلبي. يعني طبعا انا قلبي دلوقتي عمال بيعمل تك 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 تك. Don't small us، احنا جامدين. نجوم السماء.